البداية الحقيقية للمصنع كانت في مع أول 2020. بداية المصنع، مصنع هنا على 10,000 متر مربع. بدأنا بثلاث خطوط إنتاج، النهاردة إحنا الحمد لله 9 خطوط إنتاج إن شاء الله. كنا بادئين بـ10 منتجات بس، حاليا إحنا فوق الـ55 منتج إن شاء الله. يعني ده لسه مصنع صغير في العمر بس ما شاء الله عمل إنجازات كبيرة. يعني يعتبر تقريبا 95% من المنتجات اللي إحنا بننتجها كلها منتجة مكون محلي. يعني بنحتاجش ان احنا ما بنحتاجش نستورد غير ولا حاجات في الباكجينج يعني ولا في العلب ولا في الازاز ولا حاجات، كل حاجه مصري. معظم الحاجات دي مصري 100%. يعني بنحتاج حاجات بسيطه جدا في بعض الانجريدينتس، يعني بتبقى جايه من بره، لكن ما بتمثلش اكتر من 5% يعني في في المنتجات. وده اللي خلانا اكتر ان احنا وقت الازمه ما تاثرتوش، كل حاجه موجوده الحمد لله. الحمد لله، يعني لحد ما كان كل حاجه موجوده. طيب الحمد لله. طيب ممكن تقول لنا اهم المنتجات اللي انتوا بتعملوها في المصنع؟ طيب احنا اهم يعني منتجات عندنا، احنا المنتج الصلصه طبعا. حلو. وده بيمثل جزء كبير يعني. ده وال دي الصلصه بتاعت المكرونه يعني. دي صلصه، دي صلصه احنا بنعملها مختلفه شويه، بتبقى أوكي. اخف شويه للمكرونه جاهزه. حلو. تقدر تساعد على طول. وفي الصلصه العاديه طبعا اللي هي في البرتقال، وعندنا طبعا الصوصات. الصلصه دي العاديه، دي الصلصه ما فيهاش حاجه، دي الصلصه الطبيعيه. هم بقى الاشطر شويه هم اللي بيحوجوها. ايوه مظبوط. وعندنا طبعا الجزء بتاع الصوصات، احنا عندنا رينج كبير من الصوصات. حلو. سواء بيز مايونيز او حاجات تانية. وعندنا المربات. ايوه، وده الرانش بقى. ده الرانش ده طلع فجاه وضرب في الاوضه ضرب في مصر كله. ايوه صح. طب هو ايه، عباره عن ايه بقى الرانش ده؟ الرانش بيبقى مجموعه توابل مع بيز، هو يعني زي مايونيز بس مجموعه توابل معينه بتعمل التيست بتاعه. وطبعا سبايسي شويه، معظم الحاجات السبايسي هنا احنا بنحبها معظمنا صح. احنا عملنا جزء رينج مخصوص للسبايسي نزيه. حتى براند جديد يعني، جزء خاص بالسبايسي لان مستصار يعني جدا للشعب المصري يعني الحاجات السبايسي لذيذ. وكمان انتوا بتنتجوا للغير؟ احنا بننتج للغير ده حقيقي، ماركات معروفه. في عندنا فعلا، واللي عندنا يعني عندنا اكشلي اتنين براندات معروفه جدا بنصنع لهم. واحد بنصنع له للسوق المحلي، وحد تاني بياخد الانتاج للتصدير. ومكتوب عليه صنع في مصر ولا هو مكتوب عليه صنع في مصر؟ مكتوب عليه صنع في مصر طبعا. طيب انت طبعا بتدوق كل الحاجات دي؟ كلها، كل ما تطلع حاجه بتدوق. انا بدوق الحاجات دي، وبدوق الحاجات اللي قبل ما الحاجات دي تطلع بقى فعلا. طب وبتحكم ازاي يعني؟ هو اول ما بيطلع انت بتدوق كده وتشوف وتقول لهم زودوا شويه قللوا يعني شويه؟ احنا عندنا قسم ريسيرش اند ديفلوبمنت. الناس بتطلع عينات الاول الاتجاه اللي بيبقى الماركتنج طالبه، بيبقى فيه يعني تيستينج سيشنز لناس كتير. طب وهل انت مثلا بتنزل كل منتجات وفي حاجات بتبقى الطلب عليها اكتر فبتضطر تعمل منها اكتر، وحاجات تانية بتموت؟ مش كل طبعا الحاجات بتتباع بنفس الكميات طبعا. مظبوط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. احنا هنا بقى بخط انتاج كل الصوصات. كل الصوصات. طيب ممكن حضرتك تقول لنا خطوات الانتاج كده بتاعت الصوصات باختصار؟ اولا الخط ده احدث خط انتاج موجود في ادمير. حلو. الخط ده خطوات الانتاج بتاعته هي الخلط المبدئي، ثم الخلط النهائي، واضافه سر الخلطه، ثم الخلطة. عمليه التعبئه، ان كلها اوتوماتيك مفيش حد بيلمسها. حلو قوي. طب انت ازاي بعد ما مثلا بتعمل صوص معين هتقلب بقى الخط عشان تعمل صوص تاني؟ عمليه غسيل اساسيه للخط. حلو. اللي هي للتخلص من اي اثار للمنتج القديم، وتعقيم خط الانتاج استعدادا للمنتج الجديد. وفي البدايات المنتج الجديد برضو بتستغنى عن اول انتاج، لازم اول شويه دول ما بيبقوش مطابقين للمواصفات. صح. فغالبا بنستبعدهم. فكل التفاصيل ديت الخط له قطع غيار بتتغير حسب الصوص اللي هتعمله. وهل بتضطر ان انت تغيره مثلا في اليوم كذا مره، ولا بتبقى اليوم مثلا النهارده كله هنعمل صوص واحد؟ لا، الانتاج بتاع ادمير غالبا انتاج غزير، ففي الاخر انت ممكن تشتغل يوم واثنين وثلاثه على صنف نفس واحد. الصوص. وبعد كده بتخش مرحله سي اي بي، تروح مغير وعامل الصنف اللي بعد تاني وهكذا. تمام. ممكن حضرتك تقول لنا خطوات الانتاج بتاعت المربى؟ بص، احنا خطوات الانتاج عندنا بتبتدي من اختيار الفاكهه اصلا. انت لما بتختار الفاكهه بتختارها بالكواليتي اللي انت عايزها، فعايزها جهني، عايزها بقطع، الديبند بقى انت بتختار الفاكهه او التصنيع بتاعك بيبقى ازاي. طب احنا زمان كنا يعني كانت امي تقول مثلا اول ما الفاكهه تبدا اللي هي بقى ايه حالتها مش كويسه قوي نعملها مربى.
وانتوا كمان. لا 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 والله بجد؟ لا لا او مخزنها او كده؟ لا احنا بنختارها في اول الموسم مش بس يعني يعني انتوا بقى الموضوع مش زي ماما. لا 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 انتوا بتجيبوا الحاجات الحلوه يعني. بالظبط يعني. طب ايه اكتر المربات اللي هي مطلوبه في السوق؟ مصر عموما الفراوله نمره واحد، التين نمره اثنين، المشمشي نمره ثلاثه، واحنا عندنا حاجات اكتر ميكس بيري. حلو. ده حاجه بتبقى جديده عندنا وبنتميز بيها، فعشان كده ده بنصدره بالودق ان شاء الله. طيب اخترنا الفاكهه، قولي لي بقى كملي خطوات الازاي. بنضيف الفاكهه بتاعتنا ومعاها السكر ومعاها عدد الثانيه بتاعت الصنعه بتاعتنا. تدورين عليها يعني. طب السكر بيبقى كتير ولا قوي نساوي؟ على حسب بقى، دي وصفات انت بتطبل بيها، لازم تحط السكر طبقا للمسكر. وبناء عليه بتخلط كل الكلام ده، وفي عندنا سر الصنعه في البروسيس كمان بتدور عليه ماشي، وبتطلع المنتج بتاعتي باللون اللي انت عايزه وبالمواصفات اللي انت عايزها بالكواليتي اللي انت عايزها. حلو قوي. طب في بلاد بيبقوا مش عايزين قطع وفي بلاد ثانيه بيبقوا عايزين قطع، بس ده بنتحكم فيها. الفاكهه نفسها يعني، في فاكهه بتحطها تنمية قطع، في فاكهه بتضربها شويه عشان تقدر تصلحها تاني. فانت انت فاكر بقى زي ما قلت لك على العمل العادي. بس انا ملاحظ ان البرتقالات اللي وراها دي كانها عصير يعني، هي بتبقى انت بتعبي على درجه حراره فوق ال 85 عشان تعقم المنتج. اوكي. بعد ما هي لما بتبقى سخنه يعني، انا لو جبت مربى وسخنتها هتبقى عصير؟ اوكي. بعد شويه وبعد ما تبرد وبعد ما نخش الطريق بتوصل بعد بتبتدي بقى اختلاط سيتلينج وثبات ويبقى الفون موجود عندك. حلو قوي. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديدز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديدز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. هو طبعا بما ان المصنع يعتبر جديد فادم عامل فيه ما يعتبرش قديم قوي يعني، بس واضح من حماسه للشغل انه ناوي يكمل فيه لسنين وسنين قدام. محمد ازيك؟ الحمد لله تمام. انت ادم عامل هنا؟ ان شاء الله باذن الله. بقى لك كام سنه؟ بقى لي 4 سنين. طيب يعني مش ادم عامل ولا حاجه. ايوه كنا يعني انت مع المصنع. وعشان المصنع لسه بادي يعني. كان لسه بادي في 2020 فكنت معاهم من بدايه بدل يعني. المفروض اجي لك بعد 20 سنه كده بقى لما تبقى بقى لك فاهم 24 سنه. الله يخليك الله يخليك. دايما الفقره دي بيبقى في المصانع بيبقى العامل بقاله كتير قوي، بس قول لي ايه اللي اتغير في الاربع سنين؟ لا هو من ساعه ما انا جيت الامانه، انا جيت في الاول كنت مشغل صغير. حلو. بالتدرج الوظيفي من معاهم لحد النهارده الحمد لله، بقيت مشرف تشغيل ماكينات ان شاء الله. الفرق ما بين البدايه والنهارده، لا في البدايه في الاول كنا بنبتدي من 4 أو 5 منتجات وكنا خطين او ثلاثه، النهارده بعد 4 سنين سم في كذا خط جه، والشركه قدمت تدريبات للناس الموجوده. لحد النهارده بقينا معانا اكتر من 40 او 45 منتج كمان ان شاء الله، وقمنا عن التصدير. طب انت ناوي تكمل؟ لا ان شاء الله، انا معاهم عشان الشركه بامانه ما عطلتش معايا بحاجه، وكبرت بسبب الخبره اللي اكتسبتها من هنا. برافو. طب انت قبل المصنع بتشتغل ايه؟ قبل من غيرك؟ كنت عامل ولحد ما وصلت مشغل كذا شركه، بس مش بنفس المجال ولا كده؟ لا كان بنفس المجال. بنفس المجال. بنفس المجال. ان شاء الله باذن الله محمد نجي لك بقى كمان فعلا 20 سنه باذن ربنا يدينه ويديك طول العمر، ويبقى بقى بتطلع انتاج اكتر وتبقى انت مدير المصنع ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. شكرا محمد. ألف عدد شكرا. الله يخليك. أول كونتينر كان تقريبا من 3 سنين كنا مطلعينه ليبيا، واخر كونتينر طلعناه كان من حوالي تقريبا 2 أسبوع 3 كان طالع أوبروست. طب هل انت في حاجات بتتصدر اكتر من حاجات او الدول بيبقى ليها طلبات معينه يعني؟ بص هي بتبقى سيزونال اكتر. انما مثلا اكتر حاجه طبعا عندنا في المصنع عندنا التوميتو بيست، معجون الطماطم والصوصات والمربات والعصائر، وكل البلاد بتاخد الحاجات زي ما هم بالزبط. زي ما هم عاوزين يعني. طلب. بس انت حضرتك كنت بتقول لي ان في بلاد معينه مثلا في المربى بيحاولوا. بص في طبعا بتختلف من كلتشر لكلتشر، بتلاقي مثلا في بلاد بتبقى مثلا الموضوع ان يبقى في المربى فيها قطع، لا بالنسبه لهم ده موضوع منفر جدا ان انت تحط له قطع ويفتح يلاقي بيزل. في بلاد تانية عايزاها كده، تحس ان هي ده طبيعيه اكتر، لو اديتها له من غير قطع وبيزل يبقى حاسس ان هي جيلي. فطبعا انت مع كل دوله بقى انت بتبقى فاهم الكالتشر والبيهيفير بتاع المستهلك بتاعها، وبتبتدي انت بقى كمصنع بتبتدي تقول لهم والله احنا عايزين نتوصى بالراجل ده بالقطع. لا مش عايزين عايزين يشيل البذر وقطع خالص،
هي بتختلف من بلد لبلد. بس احنا في مصر بتقالي من النوع اللي احنا بنحب القطع طبعا، بس برضو في نفس الوقت برضو حته اللي هو الكريمي دي اللي هي المربى الكريمي دي برضو طب. بس طبعا نمره واحد طبعا القطع ده صح؟ اكيد يعني احنا في مصر تحس ان هي دي فاكهه حقيقيه مش بالزبط. مش مكتوب عليك يعني زي بس انا قلت لك ان في بلاد لا يعني الموضوع ده بالنسبه لهم لا يعني ازاي تحط لي قطع وبذر في في المربى يعني. في مثلا تاني اللون بتاع البيست بتاع المعجون نفسه في احنا مثلا في مصر هنا لا احنا ما يفرقش معنا الالوان قوي انما مثلا في بعض البلاد لا لازم يلاقي الطماطم لونها حمراء حمراء حلو تمام. وانت عارف هي برضو اللون بتاع الطماطم ده انا بشوف ان هو مثلا احنا في الصيف بيكون اللون بتاع الطماطم بيبقى لون عالي واحمر زي ما احنا بنشوفه يعني، وفي الشتاء بتبقى طبيعه السمره بتبقى غامقه صح. بس فهو ملوش دعوه بالكواليتي يعني هي بس قصه صيفي وشتوي يعني. طب احنا عشان نصدر البلاد دي اكيد يعني عندنا شهادات معينه او عندنا احنا مسجلين في هيئه سلامه الغذاء المصريه طبعا اكيد، فدي برضو من جانا برضو نوع من الباور ان احنا نقدر نصدر لاي دوله في العالم. في بعض البلاد مثلا زي امريكا بتطلب منك مثلا شهادات الاف دي اي اوكي بتاعها عندنا في بلاد لا بتقول لك مثلا طب ايه شهاداتك ايه، عندنا برضو البي ار سي، وبعدين احنا عندنا كمان البي ار سي شهاده البي ار سي جريد اي حلو. دي مش كل المصانع عندها الجريد اي عندنا برضو الايزو يعني عندنا اللي هي شهادات المينلي المتعارف عليها في العالم طبعا بتبقى متاح بس بتدي لك برضو ادفانتج ان انت تقدر في ظل المنافسه دي يبقى انت سبورت. لو احنا كمان معظم الحاجات مصريه 100% فاحنا عندنا تقريبا التكلفه ممكن ننافس يعني كمان فممكن ننافس كويس قوي في الاسواق العالميه ان شاء الله. المصنع ده بيصدر منتجات غذائيه لدول ما بتهزرش لا في الجوده ولا في الامان، وطالما قدرت تصدر ومستمر في التصدير ده معناه ان بقى في ثقه في منتجك المصري، وكمان تميز في الطعم والاهتمام بكل التفاصيل من تغليف وتسويق، وهو ده سر خلطه نجاح التصدير اللي هيخلي صناعتنا المصريه تصدر اكتر وتطلع كونتينرات اكتر جواها منتجات عليها احلى جمله صنع في مصر. اشترك الان واحصل على 50% خصم مدى الحياه على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.